20 مره عمال اجري قدام عز، رايح جاي رايح جاي، مفيش ولا مره شيكايو شيكايو وليس ابو الفضل في زيه. قول قول يا زرابه قول شيكايو شيكايو وليس ابو، قول يا وليس ابو الفضل، نطره بس عايز نطره، شيكايو 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 وليس ابو الفضل. مش جاية ومش هتيجي ومش ماشية، بص تعبت الولد ازاي، الولد فرحت منك. بالعكس انا سخنته. كابتن عز الدين، كابتن عز الدين اخر تعليماتي، ها هتروح النادي في المسابقة، مش عايزك وانت بتجري تبص وراك ولا تبص قدامك، قصدي يعني مالكش دعوة مين سبقك وسبقك ازاي وسبقك ليه. حاضر يا ولد. لو حد سبقك ما تفكرش، ما تفكرش هو سبقك ليه، فكر تسبقه انت ازاي. حاضر يا بابا فهمت. ولو فرضا، لو فرضا كلهم سبقوك قدامك وانت مزبول في المؤخره ورا، خسران. ها ولا تيأس ولا تتعقد، ما عادش لها حل. انا كخبره رياضيه حل بسيط، تدور خليهم كلهم وراك وانت قدام. خلاص يا بابا والله فهمت. انا هسبقكم على النادي، ما تتاخروش اصل في ملحوظه. يلا يا جماعه شيكايو شيكايو عز الدين الولد دول ما تتأخروش وانت لسه ما لبستش. للاسف يا ميسة مش عارف اقول لك ايه، يعني يؤسفني انقل لك الخبر ده اني مش هقدر احضر المسابقه معاك. اصعلك يا ونيس اوعى تقول كده، ده الواد يزعل يتقهر لما هيعرف السبب، هيعذرني وزي ما ابنك هانم هيحقق اعلى انتصار في النادي، ابوه هيكون في الوقت نفسه بيحقق اعلى انتصار في عالم الطماطم. لا ريلي. ما تقوليش اخيرا بعد اسبوعين رايح جاي مع خليل افندي اخيرا قررت تبيع. قربت توصل لاعلى سعر يا ميسه، القطه مش اتجننت، طلبت ضرب 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 ضرب، الطن النهارده وصل ل 940 جنيه. معقول؟ طب استنى 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 بحسبها، 940 انا كام؟ انا ما تحسبهاش ما تحسبهاش يا ميسه، انا هحسبها 3520، شيلي 1020 مصاريف هيتبقى مشفي ليكي انت ولادك 2500 جنيه. شيكايو شيكايو جوزي وليس ما فيش زيه، شيكايو جت هيمشي شيكايو شيكايو. مش وقته مش وقته، اجي دلوقتي على النادي وقفي جنب ابنك عز الدين وعايزك بعد ما خلص المسابقه تجيبه لي عند بيت امك، ها عشان يخش عليه بالعجله، شايل العجله ما يفتحهاش خليها زي ما هي بقلبتها، خش عليه بالعجله، هيخش يلاقي ابوه واقف الطماطم موجوده، تاجر الطماطم واقف اسلم الطماطم يديني الفلوس، امسك الفلوس وارفعها شعار انتصار، هو يمسك العجله ويرفعها شعار انتصار، وانت واقفه في النص تقولي شيكايو شيكايو. أربعة آلاف جنيه ضاعوا. ما تزعلش يا ونيس، ما تزعلش يا حبيبي، عز الدين بطمعه وخسر كل حاجة، طب انت على الأقل كسبت 100 كيلو قوطة. هنعمل بيهم ايه؟ يلا حبيبتي بعده شرف الدين عايز يلا هوبا هوب ميسا هوبا عايز الدين يلا حبيبي ياد هوب يلا هوب يلا ابناء ونيس كتر من الطماطم تزداد قوه ونشاط اشربوا كيف
كفاية العيال زنهار، كفاية بقى لنا 10 دقايق بنشرب عصير طماطم. الكورس 14 يوم. يلا يلا ولاد، ناصر طماطم عشان العشاء. هوبا. هتعمل ايه ماما؟ انا عاوز ابص لك. انت تعبت يا حبيبي مش هتقدر. ماما عز الدين تعب. قصدك طمع. حسبنا 7520 جنيه ثمن المحصول. انا محصول الطماطم جاهز، انت فلوسك جاهزه؟ جاهزه، بس اكراميه الشاهدين على حضرتك حسب اتفاقي مع الاستاذ خليل. يوه، هو خليل ده هيباشا حسابي؟ ما انا لسه مش هاكل شاي. شاي ايه يا بيه؟ الله، حضرتك تسيب ال 520 دول للرجاله. اكراميه 520 جنيه عشان انزل قوطه 8 طن من السطح لحد الشارع؟ سطوح. هو حضرتك مخزن القوطه فوق السطوح؟ ايوه. طب تسمح لي ابص بس على السطوح؟ يوه لسه هنبص. اصل الاستاذ خليل قال لي انها بتعد بواحد ممتازه. يا دي خليل مش هخلص منه، جت وداهيه بتقولي دمه. اتفضل تعال بص على السطوح. بس خلي بالك لو طلعت فوق السطوح ولقيت الطماطم افخر واكثر جوده من نمره واحد هاخد الفرق. حقك، بس بتطلع نمره واحد فاخر سومر. اتفضل مستنيك. خلي الباب مفتوح بقى عشان لما تنزل. عايز تديني يا بطل. تعالى طمني. انت بعت؟ اوه انتوا داخلين عليا في اعلى نقطه من نقط قمم الانتصار. طمني انت عز الدين عملت ايه؟ هارد لك. عز الدين خسر يا ونيس. خسر؟ خسرت يا عز؟ طب ما كسبتش حتى الاتاري؟ كان محتاج العجله، بص على الموتوسيكل خسر. طلعت طلعت يا عز الدين. استاذ ونيس شت علم ما تصربانيش. خلاص البيعه هتاخدها، تاخد البيعه، هيد فلوسك على بال ما اتكلم ابني كلمتين كده. عز كده عز الدين تطمع. الطمع طمع قال ما جمع. تطمع قناعتك كانت في العجله، لا طلت لا عجله ولا موتوسيكل ولا قوطه. ولا قوطه؟ يعني ايه؟ يا استاذ حد يسيب قوطه فوق السطوح في الهواء؟ اتسرقت؟ لا لا عفنت. ده دي مصيبه. هنزنق. طب بلاش 940 جنيه. ولا مليم. خليهم 930. ولا مليم. 30. ولا مليم. بقول لك عفنت. يا راجل بقول لك 3 جنيه. بقول لك عفنت. يا دوبك تلم منهم 100 كيلو سلام. نعمل بيهم ايه؟ اعصروهم يا مدام.